أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن تصعيد الانتقالي في محافظة أبين واستكمال انقلابه وإسقاطه لمعسكرات الشرعية بعد مواجهة مع قوات الأمن الخاصة والشرطة العسكرية في المحافظة. سيطرت قوات المجلس الانتقالي التابع للإمارات على معسكرات الشرطة العسكرية وقوات الأمن الخاصة بعد معارك عنيفة مع قوات الأمن التابعة للحكومة الشرعية بالمحافظة. وبحسب مصدر ميداني، فإن عددا من الجنود قتلوا وأصيبوا جراء المواجهات، فيما أصيب مدنيان اثنان بجروح مختلفة. المصدر أوضح أن المواجهات اندلعت بعد دخول قوات الحزام الأمني إلى مدينتي زنجبار والكود، وفرضت حصارا على المقار الأمنية مطالبة بتسليمها. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: تبعات تحرك الانتقالي المدعوم إماراتيا لإسقاط أبين بعد عدن في هذا التوقيت، وهل يعد موقف الشرعية الضعيف من أحداث أبين بمثابة تكرار لذات الموقف بعد إسقاط صنعاء سابقا وعدن مؤخرا؟ نتابع التقرير أولا ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. إسقاط جديد للمعسكرات وعودة لاستكمال حلقات الانقلاب في الجنوب، هذا ما يبدو عليه المشهد في أبين بعد أن سيطرت قوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا على معسكرات الشرطة العسكرية وقوات الأمن الخاصة في المحافظة بعد معارك عنيفة مع قوات الأمن التابعة للحكومة الشرعية. وزارة الخارجية اليمنية قالت إن ما تشهده محافظة أبين من تصعيد من قبل قوات المجلس الانتقالي أمر مرفوض وغير مقبول، وجددت رفض الحكومة الشرعية استمرار تقديم الدعم الإماراتي المالي والعسكري لقوات المجلس الانتقالي الذي وصفتها بالخارجة عن القانون. التصعيد والتطورات الميدانية تأتي في ظل تحركات المبعوث الأممي مارتن جريفيث لتقديم إحاطة إلى مجلس الأمن بخصوص مستجدات الوضع اليمني، وبالتزامن مع حديث للتحالف عن بدء إخلاء المواقع الحكومية في عدن، وهو ما لم يحدث على أرض الواقع كما يقول متابعون. الوساطة التي ترعاها السعودية لتهدئة الأوضاع في عدن سرعان ما تحولت إلى سراب كما يقول مراقبون، خاصة بعد التصعيد الأخير في أبين والذي أدى بحسب مصادر محلية إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى خلال الاشتباكات. المواجهة اندلعت بعد دخول قوات الحزام الأمني إلى مدينتي زنجبار والكود، وفرضت حصارا على المقار الأمنية وطالبت بتسليمها، وهو ما يضع تساؤلات عن حقيقة التمرد الذي لم يتمكن التحالف من إيقافه حتى الآن، رغم أن القوات التي تقوم به تدين بالولاء الكامل لكل من دولتي السعودية والإمارات. إذن عودة إلى مربع إسقاط مؤسسات الدولة واحدة تلو الأخرى، ودخول في دائرة تمرد جديد يغيب الدولة والجامع السياسي لها. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع. مرحبا بك سيد عبد الناصر. مرحبا بكم. الانتقالي يقبل دعوة السعودية للحوار ويتعهد بتسليم المقار الحكومية والعسكرية التي سيطر عليها في عدن، ثم يذهب لاستكمال انقلابه في أبين. كيف يمكن أن نفهم ذلك سيد عبد الناصر؟ يعني واضح ان الانتقالي ينفذ خطه مسبقه جاهزه، يبدو ملامح هذه الخطه ان يسيطر على اكبر مساحه واكثر عدد من مناطق الجنوب. هذه الخطه اماراتيه، الانتقالي الانفصالي ينفذها فقط يعني لمصلحه الامارات ولمصلحته، ويبدو بأن هذه الخطة متفق عليها من السعودية، وبالتالي العملية واضحة. لو كانت السعودية رافضة لهذه الخطوات لكانت أوقفتها قبل تنفيذها. هذه الخطة كانت شبه جاهزة وقد تم الإعلان عنها قبل الهجوم على ما كان يسمى بالحماية الرئاسية في عدن. تم الإعلان عنه قبل قيام ذلك الهجوم، وبالتالي الواضح أن السعودية موافقة على هذه الخطوة.
خطوات، خاصة بأنه ما الإعلان الذي أتى عقب انتهاء الاشتباكات والطلب من الانفصاليين الانسحاب من المواقع التي استولوا عليها لم يتم فعليا، وهذا بل انهم كما قاموا اليوم سيطروا على أبيان وربما غدا على شبوة وهكذا. الخطة يبدو انها تستهدف تغيير في الخارطة السياسية فيما يسمى الشرعية، إيصال الانفصاليين إلى هذه السلطة ووضعهم في مراكز مهمة ضمن هذه الحكومة، إضافة إلى أنصار المؤتمر التابعين للإمارات، تمكين الانفصاليين من محافظات الجنوب وتعيين محافظين تابعين لهم وبالتالي تسليمهم الجنوب. هذه الخطة يبدو أنه يتم تنفيذها فعليا على الأرض دون أدنى اعتبار للأساس القانوني الذي تمت بموجبه عملية التدخل الخارجي التي أتت وفقا لطلب من الرئيس الشرعي الذي اعترف به العالم، فيما الواقع الآن أن ما تبقى لهذه السلطة ولهذا الرئيس يتم إنهاء وجوده حتى وجوده الرمزي. نعم. واليوم الهجوم على أبيان أيضا هو إمعان في إذلال هذا الرئيس الذي قبل على نفسه المهانة والإذلال، وهو المشكلة الأصلية لليمن لو حبينا أن نوضح. نعم. هذا هو المشكلة الأصلية. نعم. منذ 8 سنوات وهو يقوم بتدمير اليمن على مراحل، جزء منها بسوء تخطيط وجزء منها بتخطيط وتفادي. ومن ثم يعني عمليا نقول بأنه هذه الشرعية هي انتهت قانونا، انتهت سياسيا، والآن انتهت كل رمزيتها وكل ما تبقى لها. نعم سيد عبد الناصر، اسمح لي في بحديثك عن الخطة هذه، نتسأل أين هو موقع هادي من هذه الخطة وأيضا الحكومة الشرعية؟ هل كل ما يحدث كما وصفته بالخطة هو بعلم ودراية الشرعية وموافقتها، أو كيف يمكن أن نتحدث عن موقع الحكومة الشرعية وهادي بالذات من كل ما يحدث؟ يعني هادي والفريق النايم في الرياض، هذولا أولا هم ضعاف وليس الأمر بيدهم، الشيء الثاني لا أعتقد بأنها تمت لأنها هي تستهدفه شخصيا. هادي هو يريد أن يبقي أنصاره، يبقي الحرس الرئاسي الذي كان عبارة عن ميليشيا تابعة لابنه، وأن يبقي جزء من المحسوبين عليه في السلطة، لكن الخطة هي تستهدف سلطته وتستهدف المحسوبين عليه، جزء من المحسوبين عليه في الخطة سيتم إزاحتهم من مناصبهم الحكومية ويتم إحلال بدلهم انفصاليين من الانتقالي. يعني هو هادي أيضا ما يختلفش كثير عن الانفصاليين من حيث التوجه العام، يعني هو انفصالي متستر بينما هؤلاء الانفصاليين واضحين، هو يتم خلال انفصالي واضح. نعم. انفصالي مستتر. نعم سيد عبد الناصر، ولهذا ابقى معي اسمح لي. نعم اسمح لي سيد عبد الناصر تكرما ان ينضم معنا منصور صالح وهو نائب رئيس اللجنة الإعلامية للمجلس الانتقالي. سأعود اليك سيد عبد الناصر. ينضم إلينا الآن من عدن نائب رئيس اللجنة الإعلامية للمجلس الانتقالي منصور صالح. مرحبا بك سيد منصور. تتعهدون للسعودية وتوافقون على الحوار وتتعهدون بتسليم المقر في عدن ثم تذهبون إلى أبيان، كيف يمكن أن نفهم ذلك؟ مساء الخير. طبعا الجنوبي تعامل بمسؤوليه، المجلس الانتقالي الجنوبي تعامل بمسؤوليه كبيره مع دعوه الاشقاء في المملكه العربيه السعوديه للحوار، وهو الساهم في الوقت الذي سيحدثه الاشقاء للحوار.
ما يتعلق بحماية وتنمية الأمن والاستقرار. هذه خطوات في المحافظات، محافظات الجنوب. هذه خطوات لابد منها، وهي منفوذ مهام القوات والأمن الجنوبي، وهي تقريبا حسب اللحظة وبحسب ما فيه الظروف. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقف القوات الجنوبية والمقاومة الجنوبية أمام أي محاولات عبث أو محاولات إطلاق الأمن والسكينة العامة. بطبيعة الحال المقاومة الجنوبية والجيش والأمن الجنوبي منذ ما بعد تحرير عدن، وهي تقوم بمهامها بشكل يومي، وهي لم تتوقف في إظهار مهامها في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وفي مواجهة العناصر الخارجية عن النظام والقانون، وأيضا في مواجهة العناصر الإرهابية في مختلف المحافظات. وفي هذا الإطار يمكننا أن نفهم كل ما تم ويتم وسيتم لاحقا في إطار الحفاظ على الأمن والسكينة العامة وعلى عفوا سيد منصور، عفوا على المقاطعة، عفوا على المقاطعة، ولكن هل الحفاظ على الأمن ومسؤولية المجلس الانتقالي بالانقلاب على الحكومة الشرعية التي أنتم تعترفون بها والسيطرة على المعسكرات وعلى المقار الحكومية؟ عزيزتي لا ادري من اين استمديت مساله انه المجلس الانتقالي الجنوبي اعترف بهذه الحكومه. نحن نعترف بشرعيه الرئيس عبد الرب منصور هذه، وهذه جوانب قانونيه ودستوريه في النقاش حولها، باعتبار انه شرعيه الرئيس عبد الرب منصور هذه هي من المبادره الخليجيه ومن تدخل الاشقاء في التحالف العربي في عاصمه الحدث. وكنا سابقا نعترف بشرعيه نائب الرئيس السابق ورئيس الحكومه التوافقيه التي وان لم نكن طرفا فيها في الفترات الماضيه، لكن احتراما واكراما للاشقاء التي نراهم المبادره الخليجيه كان هناك قبول في حكومه الاستاذ المهندس خالد بحا. ما بعدها هي حكومات ثانيه في داخل الشرعيه لا تمثل حتى إرادة الشرعية ولا الرئيس عبد الرب منصور هذه بقدر ما تمثل إرادة وطموحات ومطامع الإصلاح الذي هيمن على هذه الحكومة وحاول تسخيرها وتسخير الشرعية وحتى تسخير مؤسسة الرئاسة اليمنية لأجندته وللإضرار مصالح شعب الجنوب. ولذلك نحن نقول نحن نعترف بالرئيس عبد الرب منصور هذه باعتبار انه النظام الحالي في اليمن هو نظام برلماني بنظام رئاسي، وايضا هو رئيس توافقي جاء بموجب المبادره الخليجيه، وطالما نحن نتعامل مع الاشقاء والرئيس هذه ايضا شرعيته شرعيه التحالف العربي وتدخله في اليمن يستلزم شرعيه الرئيس هذه، لكن لا يمكن لاي حال من الاحوال ان نعترف بحكومه تم الاستثمار بها بلح معين، حكومه عملت وتعمل في اطار جهودها للاضرار بمصالح شعبنا ومحاوله تعطيل عمله ومشاريعه وطموحه وتطلعاته لنيل استقلاله وحريته في المراحل القادمه. نعم سيد منصور، اسمح لي لأن أعود للسيد عبد الناصر المودع. سيد عبد الناصر المودع، كان موقف الأمم المتحدة من ما حدث مؤخرا في أبيان وجاء على لسان المبعوث الأممي لليمن، قال ندين أعمل المجلس الانتقالي بشدة، وقال أن هذا التصعيد يمكن أن يفتح المجال لانتقال العنف إلى مناطق أخرى. كيف تقرأ الموقف الصادر من الأمم المتحدة؟ يعني الموقف الأول المبعوث الأممي كان موقف باهت وضعيف، لأنه هو دوره يطبق قرارات مجلس الأمن ويراقبها. قرارات مجلس الأمن تتكلم عن وحدة وسيادة وسلامة أراضي اليمن. قرارات مجلس الأمن تحت البند السابع تعتبر أي معرقل للتسوية السياسية أيا ما كان في تسوية سياسية، وهذا ينطبق أيضا على وحدة اليمن تعتبره معرقلا ويخضع للعقوبات التي صدرت بموجب
قرار 1240، وبالتالي القرارات كلها المبعوث الأممي لم يتحدث بذلك الوضوح وبتلك الصراحة بأن هؤلاء معرقلين للتسوية ومعرقلين لجهود إعادة الدولة اليمنية، وبالتالي ينبغي على مجلس الأمن التدخل بحزم ضدهم وضد الطرف الذي يدعمهم وهي الإمارات. أعود إلى ما ذكره الأخ منصور. الأخ منصور قال أن المجلس الانتقالي هو يقوم بعملية بسط الأمن، يعني أولا هو نفس منطقة الحوثيين، الحوثيين عندما كانوا يسيطروا على مناطق اليمن كانوا يقولوا بأنهم يسيطروا عليها من أجل بسط الأمن ومطاردة الإرهابيين، وهي مسؤولية ليست من اختصاصهم، هم ميليشيا غير شرعية، كان الحوثي أو كان الانتصاري أو غيره. أي قوة في الجمهورية اليمنية يجب أن تستمد سلطتها من الشرعية الدستورية للجمهورية اليمنية، بمعنى أن تكون قوات مشكلة من وزارة الدفاع والداخلية وتتبع مباشرة الأجهزة التنفيذية لهذه السلطة. غير ذلك هي ميليشيات ليس من حقها أولا أن تتشكل، هي ميليشيات ينبغي معاقبتها وينبغي محاربتها وينبغي القضاء عليها وينبغي إلقاء محاكمة المسؤولين عليها، وليس أيضا منحها مسؤولية مطاردة الإرهابيين أو بسط الأمن والسيطرة. لكن هذا كله يحدث بسبب الرئيس، هذا الرئيس هو الذي أعطى شرعية لهذه الفوضى في اليمن. أولا أعطى شرعية للحوثيين وأدخلهم إلى صنعاء ومكنهم من الدولة، وكانت هذه الكارثة الأولى، وبالتالي هو المسؤول عن ذلك ويجب محاكمته على الجريمة الأولى. الآن هؤلاء وكذلك التحالف الإمارات وغيرها يقسمون اليمن وينشئون ميليشيات، وهذه الميليشيات يمكنوها من السيطرة على مناطق اليمن تحت شرعيته، وبالتالي هو المسؤول الأول والهدف الرئيسي. علينا كيمنيين أن نوجه الاتهام للمسؤول الأول، علينا أولا أن نقول بهذا بأن هذا الرئيس لم يعد رئيس شرعي، نلغي عن صفته لأنها تحت غطاء هذه الشرعية، كما قال الأخ منصور أنهم معترفين بشرعية هذه، شرعية هذه في نفس الوقت هم يهاجمون كل مؤسسات الجمهورية اليمنية ويدمروها تحت هذه الشرعية ويظلوا محترمين لهذه الشرعية، وبالتالي هذه الشرعية هي المشكلة. هذه الشرعية يجب أن تزال، يجب أن نلغي هذا الغطاء لكل من يريد أن يدمر اليمن كان داخلي أو خارجي تحت اسم هذه الشرعية. هذا هو الهدف وهذه هي الخطة وما يجب على النخب السياسية والفكرية اليمنية التعامل معها، غير ذلك نظل نقول كلام فارغ. سيد عبد الناصر، سأعود إليك لمناقشة هذه الجزئية، مسؤولية هذه وأيضا الخيارات المتاحة أمام الحكومة في الوضع الحالي. كما ذكرت بعد أن تخلى التحالف عنهم، سيد عبد الناصر ابقى معي تكرما واسمح لي لأن أعود للسيد منصور صالح لأسأله عن رده حول موقف المبعوث الأممي والأمم المتحدة. إذن منصور صالح، لعلك اطلعت على موقف الأمم المتحدة الذي أتى على لسان مبعوثها لليمن الذي ندد بأعمال المجلس الانتقالي بشدة وقال أن هذا التصعيد يمكن أن يفتح المجال أمام عودة التنظيمات المتطرفة والإرهابية في عدن وأبين وانتقال العنف إلى مناطق أخرى، وهذا التصريح ينافي لما قلته أنكم تسعون لبسط الأمن. كيف يمكن تفسير موقف العالم من تحركاتكم وأيضا ردكم على موقف الأمم المتحدة من ما تقومون به؟ هو نحن بشكل عام غير راضين مطلقا عن أداء الأمم المتحدة فيما يتعلق بتصعيد شعب الجنوب. هناك قرارات خاصة بقضية شعب الجنوب منذ العام 94، قرار 924 وقرار 931 التي قالت انه لا يمكن فرض الوحدة بالقوة، ومع ذلك نضال بالقوة وفي الاحتلال الذي استمر لأكثر من 25 عاما وما زالت سيوله وآثاره مستمرة. ولم يحرك المجتمع الدولي ساكنا، تعرض ايضا شعبنا وكان ينزح من الوريد للوريد، والمجتمع الدولي
ده بيلقي بالا تجاه ما يتعرض له شعبنا. اليوم المجتمع الدولي اصدر اكثر من قرار من القرارات في 2016 المتعلق بجماعه الحوثي ومرات مرور الكلام. حين انتفض شعبنا وانتفضت قواتنا المسلحه والامن الجنوبي واعادت ثبور انتفاضها واستعادت السيطره على مختلف المعسكرات والوحدات التي كانت تستخدم كمأوى للارهابيين الذين عدد منهم ما زال مطلوبا للمجتمع الدولي ولوكاله الاستخبارات الامريكيه باتصالهم داعمين الارهاب او متورطين في قضايا ارهابيه. نسمع مثل هذه المخاوف التي يعبر عنها المبعوث الاممي لغزو هي للاسف متجانبت كثير من الحقيقه. نحن نعتقد اننا نحن الشركاء الحقيقيين للمجتمع الدولي في مكافحه الارهاب، وسيطره القوات او استعاده القوات الجنوبيه للسيطره على المؤسسات الجنوبيه وعلى المعسكرات الجنوبيه هو مصدر امن وامان يمكن للمجتمع الدولي ان يشكل مع قوات المقاومه مع الجيش الجنوبي شريكا حقيقيا وصادقا في الحرب على الارهاب. وهذا لنا في الجنوب تجارب ناجحه يشهد لها العالم مواجهه هذه الافه. لو نظرنا حتى خلال اليومين او خلال الايام الماضيه منذ حسم المواجهات مع قوى الارهاب في عدن، تمكنت هناك العديد من الحملات الامنيه التي كشفت عن كثير من المخابئ للمستنزفات والعبوات الفاسده التي كانت تدفع عناصر ارهابيه، وايضا شلت حركه هذه العناصر والقى القبض على عدد منهم. وهناك عناصر متطرفه تمت قتلت او هربت او تم الإلقاء القبض عليها وهي مدانه فعلا بكونها عناصر ارهابيه ومتورطات في قضايا ارهابيه. نحن نقولها بثقافه. نعم سيد منصور، عفوا على المقاطعه، ولكن بالحديث عن العناصر الارهابيه والحملات التي تقومون بها في عدن، على ذكر ذلك خلال الفتره الوجيزه لسيطره الانتقال على عدن، شهدت عدن العديد من الاغتيالات لائمه مساجد عناصر في الشرطه وشخصيات في الجيش وايضا مواطنين بسطاء شباب لا يتعدى اعمارهم 19 عاما او 20 عاما، وايضا بالحديث على الإدارة الناجحة للانتقال للجنوب، كيف يمكن أن نفهم التصريح الصادر والمدين لإيقاف الحكومة الشرعية لبعض المؤسسات داخل الجنوب؟ للأسف كل ما أوردت من معلومات غير دقيقة يوسف، لي نقول أنها غير صحيحة وغير دقيقة بالمطلق، بل على العكس هناك عناصر إرهابية تحركت واستهدفت عناصر وجنود تابعين للحزام الامني الموالي للمجلس الجنوبي. بالتالي لا حقيقه لما قيل عن اغتيالات عند المساجد ولا للمواطنين ولا على هناك حاله من الارتياح الكبير. هناك لدى المواطن مرت فتره العيد بحاله غير مسبوقه من الامن والاستقرار وخروج الناس الى المتنزهات الى ساعات متاخره، حاله من الارتياح الشعبي لدى المواطن الجنوبي في العاصمه عدن وباقي المحافظات تجاه الاجراءات المتبعه وتجاه حاله السكينه والاستقرار التي شهدتها عدن، وكذا حتى استقرار الخدمات التي كانت الحكومه غالبا وعاده ما تعمل على تعطيلها في محاوله للابتزاز وللي عنق الجنوبيين ولحمله مشروع التحرير والاستقلال في الجنوب. لذلك نحن لكل هذا الترويج ولهذا التهويل من الذي يشير الى انه هناك حاله من تدهور في الوضع الامني وهي امور غير صحيحه، ويمكنكم ان تكلفوا من مراسلكم في عدن النزول الى الشوارع وسؤال المواطنين ولسؤال حتى الشخصيات التي تعتقدون او تشيرون لانها منازلها تعرضت للنهب او للاقتحام وهي معلومات غير دقيقه وغير صحيحه. نعم سيد منصور، اذا انتم لديكم القدره على تحمل المسؤوليه على الارض وتقديم الخدمات للناس، هل توعدون الناس في عدن بذلك؟ نعم، كل الامور التي هي بايدينا سنقدمها، وهناك جهود مبذوله وهناك حاله ملموسه من الاستقرار في الخدمات، هناك ايضا التزام وظيفي كبير وهناك التفات من مختلف القيادات المحليه للمحافظات وللادارات وفروع الوزارات والمؤسسات الموجوده في عدن، كلها اعلنت الولاء وكلها
أبدت رغبتها في التعامل والتعاون وفي الإنصراف في إطار الجنود التي يقودها الانتقالي الجنوبي لخدمة الوطن والمواطن الجنوبي وحتى الجزائر لعدن. هناك إشكاليات تتعلق بالأمور التي هي خارجة عن السيطرة والتي أثبتت من خلال الحكومة اللاشرعية بأنها غير مسؤولة وتتعامل بطيش وتهور لا ينم عن أي إحساس أو الشعور بمعاناة المواطنين، ومنها ما يتعلق بتعليق العمل في مصلحة الهجرة والجوازات وتوظيف شبكة البيانات ما بين الرياض وعدن، وهي خطوة غير مسؤولة. نتمنى أن يراجع من قامها هذا الإجراء لأنه يمس حياة ومصالح المرضى والجرحى والطلاب الذين يرغبون في الحصول على تأشيرات وعلى جوازات من عدن. نعم، إذن منصور صالح نائب رئيس اللجنة الإعلامية للمجلس الانتقالي، أشكرك جزيل الشكر لكونك معنا في هذه الحلقة. شكرا جزيلا لك أستاذ منصور. بالعودة إليك سيد عبد الناصر المودع، كنت تحدثت عن هذه أنه المسؤول الأول عن ما يحدث، كيف يمكن للمسؤول الأول عن إدارة البلد وإعادة الشرعية لليمن وإنهاء الانقلاب الأول في الشمال أن يكون المسؤول الثاني عن تكرار السيناريو في جنوب البلد، وما هي الخيارات الآن المتاحة أمام هادي وأمام الحكومة لاستعادة زمام الأمور إن كان كما تصف التحالف قد تخلى عنهم؟ كما ذكرت لك، هذا الشخص هو كان المسؤول عن المصيبة الأصلية وهي إسقاط صنعاء بالتآمر مع الحوثيين، وكان ينبغي من حينها إسقاط شرعيته ومحاكمته، وهذا الأمر كنت قد طالبت من حينها بأن يسقط شرعيته عندما سلم صنعاء للحوثيين، وحتى قبل أن يسلم عندما كان يتآمر وكان الحوثيين حاصلين صنعاء طالبت بإسقاطه ومحاكمته على ذلك. لكن القوى السياسية المهترئة التافهة أرادت أن تستفيد وأن تستمر العمل مع هادي رغم إدراكها ومعرفتها بأنه كان هو السبب في إسقاط صنعاء، ولكن المصالح الخاصة وأقول هنا حزب الإصلاح تحديدا تآمر مع هادي أو قبل بأن يعطي هادي الغطاء ليستمر في السلطة رغم أنه يفترض أنه انتهى قانونا وانتهى سياسيا عندما سلم عاصمة بلده للحوثيين. الآن العملية الآن هي اكتمال المشكلة الأصلية واستمرار فيها. لا زلنا في نفس المربع، لا زالت قوى سياسية متمسكة بشرعية هادي لأن لها مصلحة خاصة وأنانية للاستمرار مع هادي، وإلا هي تدرك بأن هذا الشخص هو الكارثة الأصلية لليمن وهو المشكلة الأصلية. علينا الآن نحن وانا نتكلم هناك يمنيين احرار الاسلام خاصه الغير مرتبطين حزبيا والذي ليس لديهم مصالح من بقاء هذا الوضع، علينا ان نقول بان هذه الشرعيه انتهت وان هناك الف مخرج ومخرج لحل مشكله هذه الشرعيه. اما استمرار هذه الشرعيه لتكون هي غطاء لما حدث ولما يحدث ولما سيحدث، يعني ما سيحدث الآن يتحدثون بأنهم سيشكلون حكومة جديدة يكون الانفصاليين جزء فيها. تخيلي أن يكون انفصالي لا يعترف بهذه الجمهورية ويعتبرها دولة احتلال، ثم يصير هو وزير داخلية أو وزير مالية أو محافظ في هذه المحافظة أو تلك، يعني هذا اهترى ما بعده اهتراء وتناقض مع فكرة الدستور ومع فكرة الشرعية ومع فكرة الدولة، وبالتالي أي قبول بهذا الوضع من أي طرف سياسي هو خيانة، هو جريمة، ينبغي محاكمة كل من يقبل بهذا الوضع وباستمرار هذا الوضع. هذا الوضع من يقبل به من المسؤولين اليمنيين يعتبر متواطئ مع هذه الجرائم كلها، وهو مسؤول مسؤولية أخلاقية وسياسية وقانونية ربما في المستقبل. شكرا جزيلا سيد عبد الناصر المودع، كنت معي من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا الكرام بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي. كان معي من العاصمة الأردنية عمان المحلل السياسي اليمني عبد الناصر المودع، وكان معي من عدن نائب رئيس اللجنة الإعلامية للمجلس الانتقالي السيد منصور صالح، وهو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة.
وهو من زميلي من معد الحلقة زميلي محمد عبده المغني. نلقاكم على خير في حلقة قادمة، إلى اللقاء.